أريد معرفة الحقيقة. لا أريد إيذائك، لكن سأقاتلك إذا اضطررت. Round 1 Fight. You win. أصبح الانتقام أمرا شائعا والرحمة شيئا استثنائيا. ومع ذلك، سأختار طريق الرحمة. بالقيام بذلك، سيتم الإعفاء عني أيضاً لعدم قيام بإنقاذ صديقي. كازويا، ما رأيك في العمل معي؟ كوتور. ماذا؟ إنه الشرير الأكبر. إذا كان الأمر كذلك، فيجب ألا أدعه يهرب في المرة القادمة التي أقابله فيها. لأجل أصدقائي، لأجل العالم أجمع، علي إيقافه.